لكن للاسف انه الحلو ما بيكملش. ليه؟ لان احنا بعد اجازه طويله بنكون سيستمنا كده على نظام معين، بننام براحتنا، بنصحى براحتنا، مقضيينها بقى تلفزيون، بنخرج، بنسهر، بنعمل كل ده. فالطبيعي ان احنا لما نيجي نرجع تاني احنا كل حاجه متلخبطه، فاللي هو نبدا بقى منين؟ تفتكروا نبدا منين؟ بيتهيألي نبدا ان احنا ننام بدري. اعتقد هو ده. اعتقد ان الناس تنام بدري علشان اما تصحى ما تحسش ان هي جسمها مكسره. حتى في الاجازه قصدك ننام بدري؟ اخر يوم. مع ان انا عارف ان ده بيبقى صعب على ناس كتيره، لان الواحد ما بيبقاش عايز يضيع اي ثانيه من هو يقدر يتبسط فيها. بس انا بقى بصراحه فرانكلي سبيكينج كده انا حاسس بحاجه. انا حاسس ان حتى الناس في الاجازات سبيشالي الناس اللي في سننا احنا بيروحوا بيخرجوا جدا وبيدرمغوا الدنيا خروج وفسح لحد وقت متاخر جدا، ما بيبقاش عايزين يسيبوا اي وقت ما يضيعهوش، فبيبقوا عايزين ياخدوا اجازه من الاجازه. صح ولا غلط؟ صح، ده حقيقي. كمان التفكير، يعني التفكير الكتير ان انت هترجع والشغل مكركب فوق دماغك ومش عارف ايه، يعني حاول ان انت ما تضغطش على نفسك وما تحملش نفسك فوق طاقتها. يعني انت اتبسط باللحظه وبكره هنرجع شغل، انت عايز تشتغل برضو، يعني انت اكيد عايز تشتغل وعايز فلوس. فانت لازم ما تضغطش على نفسك وما تقعدش تفكر في الحاجات، لا خدها ببساطه. وانا هرجع الشغل، هرجع اعمل شغلي انا دلوقتي ببساطه، اكيد بعد شغل كتير برضو هاخد اجازه تاني، مش كده يعني؟ صح كده.